تعرفت فتاه على شاب اجنبي عن طريق الفيسبوك وفي البدايه كان اعجابا بهذا الشاب ثم تطور الامر ليصبح حبا وعليه ابدى الشاب استعداده لدخول الاسلام والزواج بها وبالفعل قام الشاب بارسال الف دولار وقال لها عليك باجراء تحاليل الدم والقلب والكبد وتحاليل اخرى فردت عليه الفتاه تحاليل الدم كافيه فرد عليها انا احب ان تجري جميع التحاليل لنرتاح قبل اتمام الزواج قامت الفتاه بعمل ما طلبه منها وارسلت له كل التحاليل فارسل لها مره اخرى عشره الاف دولار لكي تطمئن ويثق اهل الفتاه بجديه الشاب على الزواج واتفق معها انه سيحضر لبلادها لتسافر معه وبالفعل جاء اليها ثم اخذها معه بعد ان اخبر اهلها بانه سوف ياخذها لعده ايام في الخارج ثم تعود الى ديارها. وبالفعل سافر، لكن الفتاه لم تعد ثانيه الى ديارها، واختفت واختفى معها هذا المجهول القادم من حيث لا يعلمون. وعندما لاحظ اهل الفتاه اختفاء ابنتهم وعدم عودتها، قامت عائلتها بابلاغ الشرطه على الفور، وبعد ثلاثه ايام اتصلت الشرطه على العائله واخبرتهم انهم وجدوا الفتاه في بلادهم. لكن مع الأسف الشرطة وجدت جلد الفتاة فقط مجردة من جميع أعضائها واكتشفت أمر الرجل الذي كانت معه وعرفت من التحريات أنه يعمل في منظمة دولية لبيع الأعضاء وعرفوا أن الفحوصات والتحاليل التي كانت ترسلها له ما هي إلا معلومات كانت تهمهم عن الضحية لمعرفة كل شيء عن أعضائها وفصيلة دمها ليكتمل ملفها حتى يأتي ويأخذ كل أعضائها قد تدخل هذه القصه في دائره صدق او لا تصدق لكنها قصه حقيقيه واقعيه بطلتها هذه الفتاه ضحيه الفيسبوك وفي هذا الزمان الذي نعيش فيه كل شيء من الممكن ان يحدث لقد اصبح الانترنت اللص الخفي الموجود في غرف ابنائكم وبناتكم ومع الاسف سوء استخدامه هو الذي يعرض اولادكم للخطر ان لم يحسنوا استخدامه فاعتبروا يا اولي الابصار ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم